لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم. السلام. بالتزامن مع تحذيرات النائب فرات التميمي من حرب الهاونات في ديالى كما وصفها، كيف يبدو واقع المدنيين في ظل هذه التهديدات والسقوط العشوائي لهذه الهاونات؟ يعني محافظة ديالى ومنذ فترة طويلة منذ عام 2003 وهي تعاني، والمدنيين في الحقيقة يعانون من حالة مأساوية كبيرة. المدنيون في محافظة ديالى يعانون من القتل والتهجير والاعتقالات وغيرها من الممارسات والجرائم والانتهاكات ضدهم. الآن السيد النائب يتحدث عن يعني سقوط قذائف هاون، يعني وأين هو من ما عملته الميليشيات وما ارتكبته من جرائم ومجازر بحق المدنيين في محافظة ديالى، ونذكر منها مجزرة بهرز ومجزرة جامع سارية ومسجد مصعب بن عمير، يعني الكثير من المجازر التي حدثت في ديالى، بالإضافة إلى عمليات الاغتيال المنظمة والتهجير المنظمة التي تمارس ضد أهالي ديالى. يعني في الحقيقة واقع أهالي ديالى يعني بالمنتهى المأساوي بفضل انتشار الميليشيات، وخاصة نعرف أن ميليشيا بدأت تسيطر على محافظة ديالى بصورة كاملة، والمحافظة بأكملها تخضع إلى سلطة الميليشيات. نعم. كيف تقيمين خطورة هذا الوضع في ديالى وغيرها من المناطق المجاورة من حيث إجراءات للتدخل بهدف حماية المدنيين هناك؟ يعني في الحقيقة كان لابد على الحكومة يعني أن تسعى منذ فترة طويلة لأجل حماية المدنيين وبسط الأمن بالنسبة للمدنيين والحفاظ على حياتهم والحد من انتشار هذه الميليشيات وانتشار السلاح والاضطهاد الذي يقع بحق اهالي محافظه ديالى، والذي يتسبب في يعني ظهور عصابات وما يدعون انها خلايا لتنظيم داعش. يعني المدنيين الحقيقه هم الاولى بالحمايه. الان يعني النائب يعني يقول ان هناك خطر، ولكنه لم يؤكد على ضروره حمايه المدنيين الان من خطر ردات الفعل على هذه عمليات القصف بالهاونات التي من الممكن ان تؤدي الى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين. نعم. وفقا لتقرير البعثه الامميه في العراق يونمي، فان 75 شخصا فقط أصيبوا قتلوا وأصيب 149 آخرين خلال الشهر الماضي فقط. ما هي قراءتك لهذه الحصيلة الثقيلة وانعكاساتها على الوضع الأمني في العراق؟ نعم بالتأكيد كما تفضلتي، عدد القتلى مرتفع، خاصة يعني أنه لا توجد هناك أي عمليات عسكرية الآن، ولا توجد أي حروب أو معارك في أي من المناطق، وخاصة أن أعلى منطقة سجلت أكثر عدد من القتلى هي محافظة بغداد، ونحن نعرف جيدا أن لا توجد يعني خلايا إرهابية أو غيرها في محافظة بغداد. إذا لماذا هذا العدد الكبير من القتلى نتيجة الانفلات والفشل الأمني وانتشار السلاح بيد العصابات والميليشيات التي تعبث بحياة المدنيين؟ الحقيقة يعني أيضا هناك أن أعداد القتلى أيضا في المحافظات الجنوبية أيضا يعني تقريبا ثلث عدد القتلى، وهناك ليست هناك أيضا حروب أو معارك في هذه المناطق. إذا هذه حصيلة هذه الكبيرة من القتلى هو نتيجة فشل الحكومة وعدم سيطرتها على الوضع الأمني وانفلات الوضع بصورة كاملة، وسيطرة الميليشيات التي تستخدم السلاح لأجل إرهاب المواطنين وقتل المواطنين. نعم. يعني دكتورة، ما هي التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها على الأقل لحماية المدنيين من عمليات القتل العشوائي المنتشرة في كل أنحاء العراق؟ يعني لابد أولا من تجريم ما تقوم به الميليشيات، ويعني الحد من انتشار
الميليشيات وتوسعها بمثل هذا يعني الذي أوصلها إلى هذا الوضع الخطير من سيطرتها على الوضع. بالإضافة إلى ذلك حتى أن القوات الأمنية أيضا هي تخضع بصورة كاملة لسيطرة الميليشيات نتيجة ضعفها ويعني خنوعها. بالإضافة إلى ذلك يعني عدم وجود يعني القانون، أين هو القانون الذي هو يحمي المواطن ويحد ويردع من إجرام المجرمين؟ لا يوجد قانون في العراق، لا توجد سلطة قضائية، ولا يوجد أيضا تطبيق لأبسط قواعد القانونية في العراق. طبعا هذا هو هذه أهم الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الحكومة إذا كانت هناك حكومة وطنية في العراق من أجل الحفاظ على حياة المواطنين والحد من ارتكاب جرائم بمثل هذه الطريقة. بالإضافة إلى ذلك تحسين الوضع الاقتصادي وتحسين الوضع المادي للمواطنين والتعليم والتوعية والواقع الصحي التعيس أيضا، هذه كلها كل هذه العوامل تؤدي إلى مثل هذا التدهور الأمني. وبالتالي فإن مسؤولية الحكومة أن تساهم في حل كل هذه المشاكل من أجل أن يستتب الوضع الأمني ويستمر الناس في حياتهم. شكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف.